السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسابيل. اليوم نحضر معكم في هذا الفيديو نوعين من المملحات وكل عجينة كنا سبقنا وعملناها فيديو سابق. بالإضافة إلى المملحات عديدة عندي في القناة نضيف هذه المملحات، خاصة رحنا في الصيف نحبوا هذه الوصفات السريعة والسهلة، وخاصة المملحات. كانت إحدى الأخوات طلبت مني مملحات، أشكال من المملحات لصالي. نعمل اليوم هذه النوعين. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. طبعا لا تنسوا أن تدخلوا للقناة، تضغطوا على أبوني، بعد ذلك تضغطوا على الجرس حتى لما ينزل أي فيديو جديد يصلكم إيميل أو نوتيفيكاسيون. لتحضير نوعين من المملحات اللي راني مشي نوري لكم، نحتاج طبعا الى العجينه السحريه اللي كنا حضرناها في فيديو سابق. هي دايره خامره. نحتاج النوع الاول، نحتاج هكذا دوائر من الطماطم، ونحتاج لهذه الصلصه. عملت هنا البصله، عملتها مقطعه قطع صغيره، قليتها جيدا، ضفت لها الفلفل الاحمر كذلك نص حبه، قليتها جيدا، والقليل من اللحم المفروم والملح والفلفل الاسود طبعا. ونحتاج الجبن المبشور. النوع الثاني نحتاج له البصله، هنا قليتها جيدا، ضفت لها اللحم المفروم بوحدو مع الملح والفلفل الاسود طبعا. نوري لكم الشكل. قطعنا هكذا العجينه الى كرات صغيره، الا تحبوا توزنوا تحبوا عينكم ميزانكم. نغطيوهم باش ما يعملوش هذوك التشققات من فوق. نبداو نخدمو، نبداو نشكلو في النوع الاول، نعملو الدقيق وباليدين نبسطوها، بالايدي فقط نبسطوها. نرفدو هكذا كاس، والقاعدة تاعو هكذا، أي كأس يكون متوفر عندكم. نعملو هاد، ندحيوها في الفرينة باش ما يلصقلناش. نتقبو بشوكة هكذا، نتقبو ونوضعو هنا دائرة من الطماطم. كنا عملناها على شكل دائرة. هنا ماكش ذكرت لكم البيض، رفدو بيضة نخفقوها، البيض والسمسم أو الجنجلان. الان ندهنوا لها الجوانب، نطليو الجوانب بالبيضة اللي كنا خفقناها. نزينوا هنا بالجلجلان او السمسم هكذا الجوانب باش تعطينا شكل جميل. هذا الشكل هنا دي بيتزا صغار. بالنسبه للحوش الحشو اللي كنا حضرناه، نوضعوا القليل هنا من الحشو فوق الطماطم. هنا الطماطم اللي ما يحبهاش الذوق تاعها يجي تنجمو تعملو قرصة تاع الملح، رشة تاع الملح أو تخليوها هكذا. ونعملو الجبن وندحيوها في الفرن، نسخنو الفرن على درجة 180 درجة وندحيهم حتى ياخدو اللون الذهبي. طبعا المول، طبعا المول اللي نعملو فيها أوستنية نفرشوهم بورق الزبدة. النوع الثاني نرفدو كرة من العجين، نبسطوها بالوراق، نبسطوها ما نعملوهاش غليظه وما نعملوهاش شقيقه، حوالي 5 مليمتر السمك تاع العجينه نخليوها. ناخذو هكذا بالسكين ونعملو هكذا شرطات على الجوانب، نقابلوهم من جهه من الناحيه الاخرى. وهنا نخليو لا بارتي هذه نخليوها عريضه. نوضعو هنا كميه من الحشو، لا تنجمو تستعملو حشو، تنجمو تستعملو هنا جبن. هذاك القطعة اللي خليناها كبيرة نغلقوا عليها هكذا جيدا، تبتوها باش ما تنحلش. ونبداو نعملو في هاد الشرائط، نخالفوهم مرة نعملو تاع اليمنى مرة تاع اليسرى هكذا، كأننا نعملو في ضفيرة هكذا. نغلقو يجي الشكل هاد المملحات شباب. هنا باش هنا يتماسك لنا غاية ما تنحلش، نزيدو نطليوها بالبيض، نطليوها جيدا بالبيض هكذا باش ما تنحلش اثناء الطهو تاعها. وهنا التزيين، تحبوا تخليوها هكذا، تحبوا تعملوا لها القليل من السمسم ولا السانوج. هذا هو الشكل الثاني. هذو هما بالنسبه للمملحات اللي حضرناهم اليوم بعد ما طابوا، خذوا اللون الذهبي، شوفوا قريب هذو كذلك. منا نوعين من المملحات، هذا هو الشكل النهائي تاعهم. نتمنى هالمملحات يعجبوكم اليوم وتجربوهم. ولا جربتوهم دائما كما قلت لكم، خليو لي تعليقات تاعكم، عملوا لايك لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو. اخيرا اشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.